سنكون شركه هوندا بتبتدي شيء ثاني غير السيفتي في السيارات، كمان بتبتدي سيفتي في الدبابات، فماشي على طريقين برضو مع رؤيه 2030 ماشي على طريقين. عندنا اللي هم شرح، في عندنا الرايدنج ترينر وفي الامرجنسي ستوب سيجنال، هذا الاثنين حركهم الان مع الاي بي اس والله بتسوي حاجتين، بيثقف المجتمع على اهميه انه السواقين للموتور بايكس الدبابات لهم اهميتهم ويهمنا سلامتهم، فما نهمل سلامتهم ولا انه بس احنا مجرد راكبين السيارات فالجماعه مو مهم اللي راكب هذا الدباب. عندنا هنا اخذنا على عده خطوات، فيس زيرو زيرو سيفتي، فيس زيرو سيفتي وتكنولوجي فيس 1 و 2 اللي عمليه في الادوكيشن، مركزنا عمليه الادوكيشن. عندنا هنا الموديل حق التدريب، وهذا في حوالي 22 في حوالي 22 طريق من حول العالم مشهورين وبنختبروها 22 طريق، الواحد يختار منهم الجو ضباب او ليل نهار مطر بيختار، فالواحد يقدر يسوقها. عندنا 56 دولة و 23 لغة بيتم فيها تدريب السواقين الموتور بايكس دول كيف يتعامل بطريقة آمنة مع السواق على الطريق. عندنا هنا كمان الشاشة موجود عليها عملية الموتور بايكس، وعندنا حاجة ثانية مهمة جدا هنشوف نتحرك للدباب، هذا طبق على حاجة جدا مهمة زي السيارات الألمانية لما نشوف عملية الفرمل المفاجئة، فنلاقي عملية ان الدباب يبتدي يدي الفليشر الغمازات الأمامية والخلفية تشتغل بقوة. الفكرة كلها عملية انها بتشتغل بقوة بتدي تنبيه للسيارة اللي في الخلف، فلو اضطر انه يضرب فرامل بسرعة السيارة تتبه وتشوف اللي قدام الدباب هذا فما يكون في حال خطر، فبتدي ملاحظ انه الفليشرز كلها تشتغل بسرعه عاليه 4 أضعاف السرعه العاديه وباقوى، فيبتدي يفرمل عشان حمايه للسواقين. زي ما احنا شايفين هنا السياره بتنتبه لما يكون الاضاءه اقوى عشان الامرجنسي لا سمح الله تتفادى الحادث. وعندنا هنا جدا مهم عمليه الارباك، إضافة الإيرباك للدبابات فجدا مهمة، نلاحظ أنه لما نكون في إيرباك من ضمن الاختبارات قلت بشكل كبير جدا عملية الإصابة للرقبة والرأس من وجود الإيرباك عن مقارنة لا سمح الله يصير حادث في دباب بدون إيرباك. طبعا تم الاختبار على دميس اللي هي الدمية اللي بيحطوا فيها الحساسات حقت القياس الجسم. عندنا هنا الحوادث في عام 2015 42% من الحوادث هذه جاءت في عملية في الرأس، في منطقة الرأس. زي ما هنا عندنا سرعة 50 كم/ساعة الدباب بيصطدم في السيارة، شوفوا كيف لا سمح الله وقت الحادث إنه في حماية للرقبة والصدر بالكامل عشان الرأس لا سمح الله العنق الرأس الرقبة دي كلها مدهدة بشكل مؤلم أو فمن ضمن هذه التكنولوجيا جدا مهمة عن السلامة. زي ما دائما نتكلم معكم على السلامة برضو كمان لنا برضو كان بعض المشاركات مع جماعة على الطريق والسلامة على الطريق للجماعة اللي هم أصحاب الدبابات. أتمنى التقنيات هذه تطبق لأنه يهمنا زي ما يهمنا سلامة الناس اللي راكبين السيارات وسلامة الناس اللي راكبين الدبابات وسلامة الناس اللي ماشيين في الطريق. أتمنى كده أديناكم إيش يعني اليوم من الحلبة هنا من اليابان من شركة هوندا أديناكم تفاصيل كاملة. Ha ha ha!